السلام عليكم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انهال بضربات صاروخية عنيفة ومكثفة على العديد من المدن الأوكرانية ومن ضمنها وبشكل رئيسي كييف، وذلك بعد ضربات فعالة وخطيرة للغاية تمكنت روسيا لسبب أو لآخر من تحقيقها بكل نجاح. وطبعا تفاصيل الضربات التي نتحدث عنها هي ما جرى ليلة يوم أمس وصباح هذا اليوم في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، كما تحدثت هيئة الأركان المشتركة الأوكرانية أو القيادة الأوكرانية، تحدثت بأن الضربات الروسية كانت شاملة وخطيرة ومكثفة ولم تكن سهلة أبدا، كانت عبارة عن هجمات غير مسبوقة كما تحدث عنها الأوكرانيين. ما الذي جرى يا ترى بالنسبة لهجوم ليلة يوم أمس وفجر هذا اليوم؟ كانت قادمة واستخدمت روسيا الطائرات الاستراتيجية من فوق بحر قزوين بهذا الاتجاه، وكذلك استخدمت أيضا سفنها الحربية لإطلاق الصواريخ وصواريخ الكروز وصواريخ الكالبر أيضا من البحر الأسود بهذا الاتجاه. الصواريخ القادمة من البحر الأسود كانت عبارة عن 8 صواريخ، أما الصواريخ التي كانت قادمة تجاه العاصمة الأوكرانية كييف هي كانت 30 صاروخا مع طائرات مسيرة أيضا من طائرات شاهد 136 المفخخة أي الخطيرة للغاية. وبالتالي كانت الهجمات حقيقة قد طالت عددا من النقاط، أبرز هذه النقاط والمدن هي كانت مدينة أوديسا وفي نفس الوقت خيرسون وأيضا باخموت في دانييتسك والعاصمة الأوكرانية كييف. نتحدث عن 30 صاروخا هاجم هذه العاصمة بموجات متعددة، وبعد موجات الصواريخ جاءت الطائرات المسيرة لتحقق هجوما آخرا من طائرات شاهد 136 كما تحدثنا، مع طائرتين مسيرتين من الطائرات الروسية استهدفت كييف. المنظومات الدفاعية الأوكرانية كانت منشغلة الليلة بأكمله في التصدي لهذه الهجمات، وعمدة كييف فيتالي كليتشكو كان واضحا وقال بأن سمع انفجارين في العاصمة الأوكرانية كييف، وتحدث بأن من الممكن أن تكون بسبب الصواريخ عند التصدي لها وهي في الهواء سقطت على عدد من المباني أو النقاط المدنية وتسببت طبعا بهذا الانفجار. ولكن بشكل عام الأوكرانيين قالوا بأنهم تصدوا لهذه الهجمات بنجاح رغم شراستها ورغم ما جاء منها، ولكن كانت هنالك لقطات لانفجارات. على سبيل المثال ما تحدث عنه فيتالي كليتشكو في كييف هنا، وهنا طبعا أوديسا كما تلاحظ هنالك ضربات، لم تسقط كل الصواريخ فعلا كما يتحدث الأوكرانيين. هنا هي حرب قابلة للتغير في أي لحظة، ولكن كانت هنالك أشلاء للصواريخ التي تمكنت أوكرانيا من إسقاطها مثل هذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصورة أيضا. وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت المعلومات التي ذكرناها لكم، 30 صاروخا أسقطوا منها بشكل واضح طبعا الكثير من الصواريخ، من هذه الصواريخ الكروز التي ترونها، و 29 صاروخا هنا طبعا طائرتين مسيرتين من شاهد 136 وطائرتين مسيرتين أيضا روسية كلها تمكنوا من إسقاطها 17 و 18 من مايو كما تلاحظون، وهي تأتي بعد موجة هجمات خطيرة صاروخية موسعة ومتنوعة في نفس الوقت. هذه مسألة مهمة جاءت في 16 أساسا من مايو قبل 48 ساعة من الآن، كنا أمام صواريخ كنجال من صواريخ فرط الصوت المهمة الروسية، الكروز، الكاليبر، صواريخ شاهد 136 المفخخة الإيرانية، وكذلك صواريخ أو طائرات مسيرة روسية استخدمت في هذا الهجوم. الهجوم لم يكن عاديا في تلك الليلة، هو الهجوم الذي تسبب في عملية استهداف خطيرة لم يصدقها أحد، وهي استهداف منظومات الباتريوت الأمريكية التي دخلت مباشرة إلى الأراضي الأوكرانية مؤخرا، تمكنت روسيا من إيجادها واصطيادها. وطبعا وزارة الدفاع الروسية تحدثت بهذا الشكل على صفحتهم في التليجرام، كما وثقتها أيضا الياهو نيوز بهذا الشكل باللغة الإنجليزية، أكدوا بأن 5 منظومات للباتريوت من منصات إطلاق الصواريخ للباتريوت تمكنوا من اصطيادها بضربة واحدة، وهذا يوضح بأنها كانت في منطقة واحدة عندما قاموا بهذا الاستهداف. مع ذلك CNN ومسؤولين أمريكيين أكدوا بأن الأضرار كانت طفيفة، minimal damages، عبارة عن أضرار قليلة، لم تكن هذه الأضرار الكبيرة أو أن هذه المنظومات قد دمرت أو سحقت، لا أبدا. وكذلك في نفس الوقت أن اليوم الواشنطن بوست أكدت بأن منظومات الباتريوت عملت بفاعلية في التصدي للصواريخ التي جاءت على العاصمة الأوكرانية كييف، وهذا يوضح بأن فعلا لم تكن الأضرار حاضرة أو أن منظومات الباتريوت قد دمرت أو توقفت عن العمل بكل تأكيد. ولكن
الروس وصلوا لهذه المنظومات، وهذا اعتراف أمريكي واضح بأن هنالك وصول للروس إلى هذه المنظومات. وإذا ما ألقينا نظرة على اللحظة الأولى لعملية اصطياد منظومات الباتريوت في العاصمة الأوكرانية كييف، ونلقي نظرة بسيطة على هذا الفيديو، ستلاحظ هنا المنظومة وهي تعمل وكأنها القبة الحديدية الإسرائيلية بهذا الشكل، ولكن جاءت الضربة طبعا بهذه الطريقة. هذه كانت لحظة ضرب هذه المنظومات الباتريوت المهمة للغاية. وعلى هذا الأساس طبعا دعونا نلقي نظرة، هل فعلا الروس يتحدثون عن مسألة صحيحة؟ وزارة الدفاع الروسية هل هي تتحدث بشكل صحيح عن أن هنالك 5 منصات تمكنوا من ضربها بضربة واحدة من هذه الضربة التي رأيناها؟ طبعا بمجرد إلقاء نظرة على هذا الشكل، على هذه النقاط التي طبعا أو على لحظات إطلاق الصواريخ القادمة من منظومات الباتريوت وهي تحاول الدفاع عن العاصمة الأوكرانية كييف والدفاع عن نفسها من صواريخ كينجال التي هي طبعا صواريخ فرط صوت وغيرها، حاولت استهداف هذه المنطقة وتمكنت من استهدافها فعلا. سنلاحظ بأن من عملية الإطلاق بأننا فعلا أمام أكثر من منصة واحدة، هذه منصة على سبيل المثال، هنا منصة أخرى، تلاحظ بأنك هنا منصة الثالثة، هنا المنصة الرابعة، وهنا منصة خامسة، وواضح أيضا نحن أمام اتجاه آخر هنا بالمنصة السادسة. بالتالي من السهل أنت أن ترى وأن تعرف ما هو على الأرض بأنك أمام ما يقارب 6 منصات، وهذا يؤكد بأن وزارة الدفاع الروسية هنا نوعا ما قريبة من الحقيقة في عملية اصطياد هذه المنصات تحديدا التي نتحدث عنها. لكن كيف يا ترى وصلت روسيا إلى منصات الباتريوت؟ كيف عرفوا وكيف تمكنوا من معرفة هذه المنصات؟ هل هي القدرات الاستخبارية الموجودة على الأرض، الجواسيس على الأرض، الأقمار الصناعية؟ لا أبدا، الأمر كان بسيطا للغاية بالنسبة لروسيا عندما وجدوا هذه طبعا المنصات لإطلاق الصواريخ للباتريوت، هي من خلال ستوريز صورت من الإنستغرام، وطبعا كما يطلقون عليها أيضا بالعربي قصتي بهذا الشكل على الستوريز، نشرت من طبعا عبارة عن مدونين أو بلوجرز قاموا بعملية التصوير بهذا الشكل. مقطع ليس واضحا كما تلاحظون لأن طبعا الأوكرانيين قاموا بعملية تغويش أو إخفاء المنطقة بأكملها، ولكن كان واضحا هذا المقطع للروس، والروس كانوا يراقبون الستوريز القادمة من الموجودين في كييف من التصوير لكي يراقبوا أين من الممكن تكون هذه المنظومات. أيضا في نفس الوقت كانت هنالك صورا وضحت طبيعة الصواريخ نشرتها العديد من الوكالات، كما جاءت بعض التقارير بأن وكالة رويترز كانت إحدى هذه الوكالات التي نشرت هذه المنظومة وهي تتصدى بالصواريخ بهذا الشكل. وستلاحظ بأنك أمام هذه لقطة واضحة، وطبعا ما يتم تداوله بأن هذه الستوريز التي تحدثنا عنها من المدونين وأيضا هذه الصورة تحديدا هي التي حددت موقع وموضع ومكان منظومات الباتريوت وأين كانت تتواجد. وبالتالي هنا إذا ما لاحظنا في هذه المنطقة، هل نحن في كييف؟ هل نحن أمام منظومة الباتريوت؟ يجب أن نفهم بأن فعلا كان إطلاق الصواريخ وكأنها القبة الحديدية تعمل، ولكن في نفس الوقت القبة الحديدية الإسرائيلية لم تصل إلى كييف نهائيا، لم تدخل إسرائيل بهذا المجال أو بهذا المعترك وهذه المعركة حتى هذه اللحظة بهذه الدرجة، ولكن هذا طبعا منظومة الباتريوت حقيقة هي التي استخدمت في هذه العملية طبعا. وبالتالي إذا ما ألقينا نظرة الآن، واحدة من المسائل المهمة التي يجب أن ننتبه إليها، هل نحن في كييف فعلا؟ البرج هنا، هنالك برج بهذا الاتجاه كما تلاحظون وقد لا يكون واضحا أبدا، وهو برج تلفزيون كييف. هذه صورة أخرى قد تكون أيضا ليست واضحة ولكنها قادمة من اللقطة التي تحدثنا عنها، وهذا هو البرج تقريبا الذي طبعا ظهر من اللقطة الظلامية أو الليلية التي ترونها، وهذا يوضح بأن هذه في كييف. وبالتالي عندما تأخذ هذا المبنى وهنالك مبنيين مميزين هنا بالتالي بخط واحد بهذا الشكل مع طبعا البرج الذي تحدثنا عنه، وفي نفس الوقت بأن هنالك نوع من دولاب الهواء، سنأتي إليه لهذا الدولاب الهواء، ولكن هو في مساحة مفتوحة، هذه كلها مساحة مفتوحة كما ترونها، وهنا مساحة مفتوحة أيضا، وكذلك نحن أمام مبنى آخر يأتي في الاتجاه الآخر، أي بمعنى بأن هذه المنظومة وإطلاق الصواريخ هو يأتي من هذا الاتجاه، بالتالي من دولاب الهواء وتحديد كل النقاط هي تأتي بهذه المنطقة التي تأتي مقابلة لهذه المباني، بالتالي بين هذين المبنيين البيضاء طبعا تتواجد هذه المنظومة، وبهذه البساطة عرفت مباشرة روسيا أين تتواجد هذه المنظومة. وطبعا دولاب الهواء الذي تحدثنا عنه ها هو ليس واضحا ولكنه موجود في هذه المنطقة، بالتالي يجب أن نتأكد من كل شيء، يجب أن نبحث
عن دولاب الهواء، عن برج كييف طبعا او برج تلفزيون كييف، وبعدها نذهب الى المباني هذه العاصمه الاوكرانيه كييف، نتجه مباشره لنتاكد هل فعلا هي كانت الطريقه بهذه البساطه. ستجد بان هذا البرج اولا تستطيع البحث عنه بسهوله، وستجد برج تلفزيون كييف، وبالتالي يجب ان نبحث الان عن النقطتين او المساحتين المفتوحه ما بعد هذا البرج بالتوقف هنا. نحن طبعا أمام هذه المساحة، مساحة أخرى يجب أن نبحث عن دولاب الهواء. هل أنت موجود هنا يا دولاب الهواء؟ وبالتالي سنحاول أن نقترب قليلا، وستجد فعلا بأننا أمام نوع أو شكل شبيه لهذا الدولاب الهواء. نعود بالتاريخ قليلا إلى عام 2021 وتحديدا في أكتوبر، هذا هو الدولاب. نبتعد قليلا سنجد بأننا إلى اليمين، سنلاحظ بأن المباني كلها حاضرة وواضحة. هذه هي المباني، هذا هو المبنى الأبيض، كل شيء متطابق يأتي مع هذه المنطقة مع الدولاب طبعا. وبالتالي الصورة تقريبا الملتقطة تأتي متطابقة مع هذه الصورة التي نراها بهذه الطريقة، بالتالي كل شيء، كل العلامات التي نتحدث عنها متطابقة وتوضح لك بأننا أمام منظومة الباتريوت موجودة في هذه المنطقة. تحدثنا عن البرج، تحدثنا عن دولاب الهواء، وهذه هي الثلاثة مباني، وبالتالي هذا هو المبنى الآخر أيضا الذي كان ظاهرا إلى الشمال، وبالتالي هو من المفترض أن يكون بهذا الاتجاه بهذه المنطقة. وعلى هذا الأساس من المباني التي تحدثنا عنها فإن منظومة الباتريوت موجودة هنا بالضبط وبالفعل، وبالتالي الروس بهذه البساطة وجدوا منظومة الباتريوت هنا واصطادوها. هذه هي كانت القصة ببساطة، التقاط الصور والتقاط الفيديوهات كافية لهم لمعرفة أين من الممكن أن تتواجد. بل إن موقع رايبر الروسي نشر وقال بأن منظومة الباتريوت هي موجودة أساسا هنا، هذه التي تحدثنا عنها تمكنوا من تحديدها، وتمكنوا من تحديد منظومة الباتريوت أو منظومات الباتريوت الأخرى الموجودة إلى جنوبها في العاصمة الأوكرانية كييف. عرفوا كل شيء. هذه الضربة التي جاءت على منظومات الباتريوت هي تأتي بعد أيام قليلة فقط من ضربة هائلة جاءت في 13 مايو بهذا الشكل على خيملينيتسكي إلى غربها، هذه المدينة الأوكرانية التي تأتي إلى غرب أوكرانيا. خيملينيتسكي فيها طبعا مخازن مهمة للغاية للسلاح وللعتاد، أنباء عن يورانيوم، أنباء عن أسلحة محرمة، أنباء عن أن هنالك سلاح للنيتو كبير قد ضرب بقيمة $500 مليار، ضرب بهذه الطريقة ضربة استراتيجية أخرى. وبالتالي هذه الضربة جاءت عنها تحديثات مثيرة للغاية من القمر الصناعي. النقطة التي ضربت إلى غرب أوكرانيا هي هذه المنطقة تحديدا. لاحظ كيف دمرت بالكامل هذه المخازن. طبيعة الانفجار يوضح لك بأنك لم تكن أمام شيئا عاديا أبدا، بل إن روسيا الآن بحسب تقرير قد نشر من الأسوشيتد بريس وضح بأن روسيا استنفذت ما يقارب 400 طائرة مسيرة من طائرات شاهد 136، هذه هي طبعا التي ترونها. وبالتالي هم الآن ذهبوا إلى إيران مرة أخرى وبدأوا يبحثون عن شراء طائرات مسيرة أخرى ليستفيدوا من هذا. يوضح بأن روسيا تريد الاستمرار بالهجوم والضغط بشكل كبير في ظل بأننا من المفترض أن نسمع عن هجوم أوكراني مضاد. الآن القصة طبعا اختلفت تماما في توقيتات مثيرة للغاية، وفي توقيت أيضا بأن على فاغنر وقوات فاغنر على وشك أن تنهي مسألة باخموت إلى الأبد. طبعا القوات الأوكرانية كانت هي متواجدة في هذا المربع الذي ترونه، يدافعون عنه بنجاح، هذه كلها مسيطرين عليها ويدافعون بخطوط ناجحة، لكن الوضع تغير. نحن نتحدث هنا عن 14 مايو، لاحظ كيف الأمور تغيرت ودخلوا إلى منطقة العش كما تلاحظون هنا في هذا الطريق، ولاحظ الاقتحام وكيف تغيرت الخطة والمنطقة. بل إن الأنباء الروسية تتحدث بأن القوات الروسية تمكنت من الوصول إلى هذه المنطقة كلها بأكملها وسيطروا عليها بالنسبة لقوات فاغنر، وبدأ القتال هنا بهذه المناطق. ولكن طبعا القوات الأوكرانية هي موجودة في بعض المباني هنا، لا زالت صامدة هنا ولا زالت صامدة هنا، ولكن نحن أمام ساعات قليلة وينتهي كل شيء. بل أن الروس أساسا وقوات فاغنر تحديدا التي نتحدث عنها والقوات الروسية بالتعاون على مستوى الأجنحة، فإنها بدأت
بدأت تعمل على عدد من الأمور مع التقدم الذي يحققونه هنا في باخموت طبعا، وأن هنالك طبعا كنا أمام هجوم خطير من الأوكرانيين بهذا الاتجاه. هذه كلها مناطق حققت فيها القوات الأوكرانية تقدما جيدا، إلا أن قوات VDV أو القوات المحمولة جوا 106 بدأت تعمل على حماية هذه الأجنحة من سيطرة الأوكرانيين وعملية ضرب هذه المناطق بقوة خطيرة وضرب الأجنحة. بدأوا بالعمل على الصمود، لا يريدون من الأوكرانيين طبعا أن يحققوا عملية الإحاطة بهذا الشكل ويجبرون كل فاغنر أن تنسحب من هذه المنطقة. يريدون طبعا تغيير هذه المعادلة تماما، وبالتالي بالنسبة للقوات 106 المحمولة جوا الذي اتخذته من قرار هنا بأنها قامت بعملية إرسال كتيبتين من قوات طبعا VDV أو السبيتناز كما يطلقون عليها، أرسلوا كتيبتين إلى برخيفكا وأرسلوا كتيبتين إلى كريتشيفكا من أجل الدفاع والصمود أمام الأوكرانيين ومحاولة استنزافهم، وبالتالي يحققون باخموت، ينجحون فيها وينجحون في إنهاء هذه المسألة وعمليات التقدم الخطيرة التي تأتي على الأجنحة. بل إنهم أيضا في نفس الوقت كانت هنالك أنباء واضحة، بل إنها تم تأكيدها، بأنهم ضربوا أساسا إحدى الجسور الخاصة بتشازفيار هنا، تمكنوا من ضربها والنجاح بالطائرات بتحقيق مثل هذه الضربة، وحتى عملية جسور أو إحدى الجسور الخاصة بإيفانوفسك هنا، وبالتالي يمنعون أي عملية دعم أوكراني يأتي لهذه الأجنحة أو يأتي للإمدادات إلى مدينة خروموفا من أجل عملية الدفاع والصمود في المباني القليلة المتبقية. بالتالي فاغنر من الممكن في أي لحظة الآن أن نسمع عن عملية انتصارهم في هذه المعركة، وبالتالي الوضع يبدو مختلفا، الأمور تبدو مختلفة، وهنالك اختلاف في الرأي حول ما يجري، والبعض يتساءل أين هو الهجوم الأوكرانية المضاد في ظل كل هذه التطورات.